سلام سلام محمود. ها ده انا احسن يا رايح. ام خليفه بس يا ابني كده في الشارع. تعالي اقعد ارتاح. هتشرب ميه نحلة. عينيا كبيرة. ايه اللي بيغسلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شويه ميه الاول يا ابني. الميه نحله ريقي ناشف. انا نحله يا دنيا. بسرعه يا ابني ما تتحرك. اتفضل يا سيدي. اشرب يا ام. كتر خيرك يا حبيبي. الف هنا رايحه فين ولا جايه منين على الصبح؟ انا كل يوم على الحاله اخرج الصبح اروح عشان املى الانبوبه، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الاخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا ايه؟ وعلى الحال ده بقالي قد ايه؟ اكتر من 4 ايام يا حبيبي، ومش عارف اعمل ايه يا ابني. 4 ايام؟ وبتاكلوا ازاي؟ وعايشين ازاي؟ ربك اللي بيرزقك. ده مش انا بس، دي الحاره كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي انا هتصرف اغير لك الانبوبه. انا مش عايزه اتعبك، كفايه اللي انت فيه. تتعبين ازاي بس يا ام خليفه؟ انا احلى تعالى بسرعه خد الانبوبه دي وغيرها يا ابني. ما ينفعش، بقول لك ما فيش انابيب. ها خدتك بعافيه يا حبيبي، ربك هيحلها يا رب، حلها من عندك يا رب. يا وسط. يا رب. متشغلش بالك يا كبير. متشغلش بالي ازاي يا نحلة؟ ده ايه الموضوع ده يا نحلة؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 اسابيع مفيش انابيب في السوق، احنا ربنا بيحبنا، طلع ان احنا عندنا شوية انابيب جوه وبنبدل فيهم، كان زماننا يا كبير بنولتهم. يعني ايه؟ والناس مش لاقي انابيب ليه؟ يا كبير، التجار يا كبير والناس بتلم الانابيب من السوق، الانبوبة بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء دي. افتراء. عايزه افهم حاجه دلوقتي، لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وبدام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقابليها بمده كمان، ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ طب اتفضلي. الى الاستاذ فريد. طز ف
في سيادتك. وصل له دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف انت ايه؟ مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقالي شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهر؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده، وريني كده يا ستي. والنبي يا نهر اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البوم ده مزور. ليه يا نهر؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهر. خدي واحده تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. مخنوقة قوي. عادي كلنا مخنوقين. لا بس أنا مخنوقة بجد. تصور يا سقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. والجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتزعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي. بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي. انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي؟ مش هبقى مذيعه. في صحافه، كتابه. على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسهر عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور. بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي. دي ضريبه الكتاب. مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير. رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقاله عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع، كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس، كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى كتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه. صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدر تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مش هتصدقه. مش هتصدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه. مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، وفي ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على الكل. افهمي. عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارف بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبيتعالي في اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. لا استنى طيب. استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا ايسن باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش،
بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي، مش انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا.